إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. نتواجد بمدينة بوفكران مغاربة العالم، داخل وخارج أرض الوطن. فغادي نحاول نقرأ لكم البلاغ ديال وزارة الصحة ليوم الثلاثاء إلى حدود السادسة مساء. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة السادسة من يومه الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3209 حالة. إذن مغاربة العالم، داخل وخارج أرض الوطن، مزيدا من الحذر أرجوكم. الحصيلة كترتفع 3209 حالة بزيادة 163 خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخباري سلبي بلغ 14891 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 393 حالة. إذن كما شفنا مشاهدينا الكرام، 393 حالة تم شفاؤهم شفاء تاما، فالحمد لله يا رب. فيما بلغ عدد حالات الوفيات 145 حالة، اللهم ارحمهم واجعلهم من الشهداء. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن مغاربة العالم، داخل وخارج أرض الوطن، 163 حالة خلال 24 ساعة الماضية، فالحصيلة كترتفع 3209 الحالة. مزيدا من الحذر مغاربة العالم، داخل وخارج أرض الوطن، باش نخرجوا من حالة الطوارئ بأقل الخسائر إن شاء الله. ودائما تحت شعار بقى في دارك تنجي بلادك مغاربة العالم. الناس اللي عاد دخلوا معنا الآن، الناس اللي عاد التحقوا بنا، نعاود نقرأ لكم البلاغ ديال وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة السادسة من يومه الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3209 حالة. مغاربة العالم، عرفنا 163 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية، الحصيلة ارتفعت 3209 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 14891 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 393 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 145 حالة. اللهم ارحمهم واجعلهم من الشهداء يا رب. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن مغاربة العالم، داخل وخارج أرض الوطن، مزيدا من الحذر أرجوكم، فما نخرجوش إلا للضرورة، ديما كنقولوها وكنعاودوها. وإلا خرجنا ما نساوش الكمامات أو ليبافيت، وما نساوش مسافة الأمان بيننا وبين الناس اللي كنهضروا معاهم. ودائما ما نخرجوش إلا للضرورة مشاهدينا الكرام. إذن فابتداء من اليوم بدينا كنديروا أكثر من 2000 تحليلة في اليوم، فالحمد لله غادي نحاصروا الفيروس عما قريب إن شاء الله، باش نخرجوا من حالة الطوارئ بأقل الخسائر. فمزيدا من التكماش مغاربة العالم، تكمشوا في ديورنا، تكمشوا يا الخوت حتى كورونا تفوت. الناس اللي عاد التحقوا بنا، غادي نعاود نقرأ لكم بلاغ ديال وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة السادسة من يومه الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3209. إذن مغاربة العالم، 163 حالة إصابة جديدة مؤكدة، الحصيلة كترتفع 3209.
فأرجوكم مغاربة العالم مزيدا من الحذر، والتزموا بالحجر الصحي، فالسلطات المغربية دايرة الخدمة ديالها، فخصنا احنا نقدموا الواجب ديالنا تجاه هذا الوطن الحبيب. فديما كنقولها، اللي كيحس براسو وطني وعنده غيرة على هاد البلاد فيبقى في دارو. أرجوكم ابقوا في ديوركم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 14891 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 393 حالة. فالحمد لله 393 حالة تم شفاؤهم، فالحمد لله يا رب. فيما بلغ عدد حالات الوفيات 145 حالة، اللهم ارحمهم يا رب واجعلهم من أصحاب الجنة يا أرحم الراحمين. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. فكما قلت لكم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، السلطات المغربية دارت بزاف الحوايج زوينين للمواطنين، فأرجوكم تحنا نعاونوهم ونبقاو في ديورنا وما نخرجوش إلا للضرورة، ولا خرجنا ما نساوش الكمامات أو لبافيت، وما نساوش مسافة الأمان. فالله يجازيكم بخير، نبقاو في ديورنا، وواحد في الدار اللي خرج يقضي الأغراض ديال المنزل والأخرين يبقاو في ديارهم. أرجوكم دائما تحت شعار بقى في دارك تنجي بلادك، وإن شاء الله غادي نخرجوا بأقل الخسائر من هاد حالة الطوارئ. إذا الناس اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم. أنا نتواجد بمدينة بوفكران، فغادي نحاول ندير بكم جولة بالمدينة. إذن فابقوا معنا مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. إذن غادي نحاول نقرأ لكم بعض التعاليق. يوسف، يوسف كيف حالك أخي؟ الحمد لله، بارك الله فيك أخي يوسف، مرحبا بك. سعاد، يا ربي أمين إن شاء الله. فغادي نخرجوا من هذه حالة الطوارئ بأقل الخسائر مغاربة العالم. شكرا خويا يوسف، بارك الله فيك، مرحبا بك على قناتكم شوف تي في مغاربة العالم. إذا مغاربة العالم أرجوكم مزيدا من الحذر، وكما كنقول لكم دائما مزيدا من التكماش، فنتكمشوا في ديورنا مغاربة العالم. الله يجازيكم بخير، ونعاونوا السلطات المغربية فهما قائمين بمجهود جبار، فنعاونهم نحن أيضا مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. فأرجوكم مزيدا من التكماش مغاربة العالم، باش نخرجوا بأقل الخسائر من حالة الطوارئ. نتكمشوا في ديورنا ونخليو السلطات المغربية تقوم بالواجب ديالها، ونتعاونوا كاملين إن شاء الله من أجل الدولة المغربية. إذن مغاربة العالم، إلى هنا تنتهي حلقتنا، وإلى اللقاء في موضوع آخر مكان آخر. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.